الصاروخ اللي حضراتكم شايفينه ده، دي تجربة عملتها فرنسا وأعلنت عنها امبارح، وهي تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات حامل لرؤوس نووية. ونقدر نقول ان دي تجربة بترد بيها فرنسا او بتحاول انها تعمل ردع امام روسيا بعد ما روسيا أعلنت عن بالفعل تنصيب صواريخ أفانجارد في ترسانتها النووية والصواريخ الباليستية. عندنا من يومين او 3 أيام تحديدا كانت روسيا اعلنت انها هتنشر صواريخ أفانجارد، وبالفعل روسيا نشرت صواريخ أفانجارد. بالجدير بالذكر يعني، الاول سلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم. جدير بالذكر ان صواريخ أفانجارد هي عبارة عن منظومة غريبة وعجيبة جدا. منظومة أفانجارد او الصاروخ ده هو ليس بالضبط عبارة عن صاروخ باليستي عابر للقارات، ولكنه نقدر نقول انه اسرع جسم موجود. الصاروخ ده سرعته 28 مخ، مش عارف اوصفها لك ازاي، بس تقدر تقول كده انه سرعته 9.5 كيلومتر في الثانية، في الثانية الواحدة. يعني هو سرعته 33,000 كيلومتر في الساعة، انت بقى تخيلها. يقدر يوصل لأي مكان من روسيا في الأرض في خلال نص ساعة بالكتير. ده بالإضافة إن الرأس الحربي بتاعته الواحدة قادرة على إنها تنضرب طبعا من خارج الغلاف الجوي، تصل في خلال 15 دقيقة فقط. يعني هي الصاروخ بيطلع يخرج بره الغلاف الجوي زي ما حضرتك شايف كده بالظبط، هو بيمشي بقى ويتعامل، ويقدر ان هو يتعامل مع الأقمار الصناعية، يتعامل مع أي حاجة، مفيش وسائل دفاع جوي بتتعامل معاه خالص. من الصاروخ بقى بيمشي، يعني عايز افهمها لحضرتك، هو ماشي في الغلاف الجوي وبيطلق الرأس الحربي بتاعته. الرأس الحربي بتاعته من الفضاء لأي مدينة بياخد 15 دقيقة ينزل يدمر. هو طبعا بيشيل مجموعة من الرؤوس، يعني هو ماشي وعمال بيشيل. يعني المنظومة هي مرعبة لدرجة انهم مسمينه بالنيزك، وده بيبين عندنا مدى روسيا انها قوية. شوفوا النهاردة احنا داخلين على سنتين روسيا موقع عليها عقوبات ما حصلتش على اي دولة، لا هي على كوريا الشمالية ولا هي على ايران. مفيش كم العقوبات القوية والكبيرة اللي معمولة زي معمولة على روسيا، وبالرغم من كده روسيا صامدة. النهاردة لو دولة معمول عليها كم العقوبات دي هتأثر عليها بشكل كبير. ما اقدرش انكر انها اكيد مأثرة على الاقتصاد الروسي، واثرت عليه بشكل واضح، ولكن لازالت النهاردة على ارض المعركة روسيا تعتبر هي اللي فايزة. ده مش كلامي، ده حضرتك النهاردة كل التقارير الغربية بتبين مدى وحالة اليأس اللي وصل بها الجنود الأوكران. يعني عندنا هو موقع ميليتري ووتش، وهو موقع أمريكي معروف جدا ميليتري ووتش، وهو بيتحدث عن امبارح حصل انشقاق من طيار أوكراني بالطيارة بتاعته K-52، خد بعضه وراح بها على روسيا، وكان معلن استسلامه وخلى وسائل الدفاع الجوي كلها وهوب حوطوا عليه، نزل أعلن قال يا جماعة أنا عايز أفضل معاكم هنا في روسيا. ده طيار أوكراني خد الطيارة وانشق. قالك بقى إن الموضوع ده مش اللي هو الأولاني، ده أصبحت هي دلوقتي نوع جديد، وهو انشقاق واستسلام الطيارين الأوكران. ولكن اللي بيحصل ده بقاله فترة طويلة من شهر أغسطس اللي فات، وابتدى يتزايد إلى الفترة الحالية. روح المعنوية في الجيش الأوكراني أصبحت في النازل جدا بسبب عدم نجاح الهجوم المضاد، بسبب تكرار وتعدد الإصابات الكتيرة. يعني نحن لما بنقول مثلا إن في مئات الآلاف من المصابين في الجيش الأوكراني، في أمامهم ملايين من المصابين اللي منهم ناس أصلحوا لا يصلحوا تماما إنهم حتى يعني يتعاملوا في أي حرب أو معركة. كلكم والأسلحة كوم تاني، اللي عاملة إحباط للغرب. النهاردة الغرب كان متفائل بشكل كبير في بداية الهجوم المضاد. زيليانسكي قعد مع بايدن، بايدن قبلها راح له وزاره، وزيليانسكي بقى بيروح هنا وهنا وهنا وعشم الكل ان الهجوم المضاد ده هيكتسح، ولكن مفيش اي حاجة خالص. واللي زاد الطين بلة بقى في وسط الصفوف الأوكرانية، ولازلت تاني بقول ده مش كلامي، ده عند حضراتكم في التقرير الامريكي والموقع الامريكي، الجنود اللي بيشاركوا النهاردة ما عادوش مؤهلين ان هم يحاربوا. بيقولك يا اما ان هم بتدريب بسيط جدا، يا اما اصلا جنود غير مدربة. انت عشان بتاخد واحد تحوله من فرد ملكي لفرد مقاتل
بتقعده في مركز تدريب ما يقرب من حوالي 45 يوم اللي هو بتعلمه ألف ب تجنيد. ازاي بقى بعد كده بتخليه مقاتل؟ ده بياخد اعداد، بياخد وقت وقت عشان تعلم ده ازاي يبقى ماسك السلاح كده. ولكن النهارده بياخدوا ناس بيلبسوهم الافرول ويودوهم على فالنهارده اصبح في تزايد بشكل كبير في صفوف الجنود الاوكران اللي بيرفعوا الرايات البيضاء للجنود الروس، الامر اللي خلى بعض الجنود الاوكران ان هم بيهربوا، ياخد بعضه كده ويهرب، ممكن ما يستسلمش للروس، بياخد بعضه ويهرب، بيكون مصيره ايه؟ وعلى النقيض بيتحدث على ان روسيا بتزيد في الوقت الحالي مع العقوبات الاقتصادية من انتاجها سواء من الاسلحة او الذخيرة، ده بالاضافة ان بعض المحللين شايفين انها استعانت بمخزون من المقذوفات الخاصة بالمدفعية، وان كوريا الشمالية لديها الكثير والوفير من المقذوفات المدفعية، وده اللي بيخلي المحللين متوقعين بشكل كبير أن هزيمة أوكرانيا أصبحت خلاص في عام 2024، هيكون التأكيد على هزيمة الجيش الأوكراني وإعلان ذلك. وده بقى اللي هيدخلنا في أكتر من حاجة، هل أمريكا هتحاول أنها تخاطر وتدخل بالنيتو؟ ناس كتيرة مستبعدين الموضوع ده، و في ناس شايفة ان مستحيل ان بايدن داخل على انتخابات ويدخل نفسه ويورط نفسه في حرب، ده بيحاول يلم الليلة دلوقتي من موضوع اسرائيل. قال لك ان ممكن بقى يتم زي ما قلت لحضراتكم بشكل ما او باخر ان الرئيس زيلينسكي ما يكونش في الصورة، حد تاني هو اللي يتفاوض. ازاي بقى ما يكونش في الصورة؟ ده ما تسألنيش، انا ما تدخلنيش في حاجات يعني ولكن ممكن حد تاني هو اللي يتم التفاوض معاه امام روسيا. ممكن حد يقول لي طب ما انت برضو التقرير ده يعني برضو طب بلاش، لسه هو طالع لنا في CNN الصحيفة الامريكية الديمقراطية وهم بيتكلموا برضو على الموضوع ده، قالك ان اوكرانيا بتواجه تحدي كبير قوي في موضوع التجنيد. هما مرضوش بقى يقولوا ان في حالات استسلام. لقاء عملوه مع فاليري زالوجني تاني غير اللي هو قال ان احنا خلاص وصلنا لمرحلة يأس، برضو فاليري زالوجني اللي هو رئيس اركان الجيش الاوكراني اعلن ان تدريب وتجنيد جنود جديدة اصبح تحدي كبير، بل ان كمان النهاردة في اوكرانيا التجنيد الإجباري من ساعة ما حصلت الحرب خلوا القانون من 18 سنة ل 60 سنة، أي حد عمره من 18 ل 60 لازم يدخل. طب ما خلاص مش لاقيين، النهارده يا جماعة بيخطفوهم من الشوارع وبياخدوهم بالعافية وبرضه بيحصل كده. ابتدوا بقى يفكروا في إيه؟ إن هما بيفكروا يعملوا التجنيد إجباري على السيدات. هو بالفعل في تجنيد على أوكرانيات موجود، اللي عايزة تدخل وتتجند بيجندوها وبتروح على ساحة المعركة. على فكرة مش قادر اقول لكم على كم المآسي اللي حصلت، والكلام ده كان قبل الهجوم المضاد، كان في السنة اللي فاتت مجموعة من الاوكرانيات راحوا، ومش هينفع احكي اللي حصل، يعني اللي حصل ما يتحكيش بصراحة، ولكن واضح ان الاوكرانيات اخدوا درس من كده، بقوم يقولوا لا مش هينفع حد، بقوم حتى اللي كان عندهم دافع ان هم الروح الوطنية يروحوا ويحاربوا الروس بعد اللي شافوه من اللي حصل اللي قبليهم اصبحت الفكرة خلاص. ولكن النهاردة اوكرانيا بتفكر، ما بقولش ان ده اكيد، ولكن طبقا للكلام الموجود في CNN ان في دلوقتي تفكير ان ممكن يبقى في تجنيد اجباري للاوكرانيات. تعترف CNN اوكرانيا النهاردة مش بتواجه بس نقص في العتاد ولا نقص في الذخيرة، قالك بتواجه نقص في الجندي في الفرد. حتى لو النهاردة أوكرانيا راح لها ذخيرة وراح لها أسلحة، مين اللي هيمسك الحاجات دي؟ ما عندهمش. النهاردة أصبحت أوكرانيا فعلا، الكلام ده يا جماعة عند حضراتكم المقال ممكن تطلعوا عليه بنفسكم، النهاردة أوكرانيا بتواجه مشكلة كبيرة. حاجة بقى الأخيرة، وهي روسيا امبارح شنت هجوم كبير قوي على أوكرانيا في محاور مختلفة بطائرات الدرونز، وابتدت الطائرات أو وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية إنها تصد الهجمات دي، ولكن ما قدرتش إنها طبعا تصد الهجوم كله، صدت جزء وفي بنية تحتية في أوكرانيا تم تدميرها. النهاردة اللي هو يدوبك من ساعات بسيطة برضو روسيا شنت هجوم ضخم جدا بطائرات الدرونز على كييف عاصمة أوكرانيا، كانت عبارة عن موجات متعددة، والطائرات الروسية المسيرة
كانت بتهجم بتغير مساراتها وهي بتهجم، ضربت ودمرت منظومات دفاع جوي داخل كييف. يعني الطائرات المسيرة دي مش بس بتدمر في بنية تحتية، ولكن كانت بتضرب في منظومات من الدفاع الجوي. وطبعا زيلينسكي حاليا هو بيواجه فعلا أزمة كبيرة، حتى لو الغرب هيبعتوله تاني أسلحة، ولكن هو عنده مشكلة كبيرة في الجنود. بح يا جماعة. عموما حبيت ان انا اتناول مع حضراتكم اخر واحدث المستجدات في الحرب الروسية الاوكرانية اللي ما توقفتش في ظل اللي بيحصل لاخواتنا الفلسطينيين من العدوان الاسرائيلي. اتمنى المعلومات تكون نالت اعجاب حضراتكم، وما ننساش الدعم لانه بيفرق باللايك، ولو حضرتك اول مرة تشوفني تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. سلام عليكم.